أيضا من مخاطرهم وأساليبهم التشكيك في أمانة العلماء وعلمهم، بل والطعن في نزاهتهم ووصفهم بأنهم علماء حيض ونفاس وليس لهم وظيفة إلا إعلان دخول الشهر وخروجه، وليس لهم دراية بقضايا الأمة الكبرى، وأنهم غير مستقلين، لا يفقهون الواقع ولا يملكون اتخاذ القرار. كل هذه الطعونات نسمعها من هذه التنظيمات الإرهابية، وأولها جماعة الإخوان. ولذلك تجدهم لا ينصحون الشباب بكتب محمد عبد الوهاب ولا بأحفاده وتلاميذه أبداً، ما ينصحونهم، بل ينصحونهم بكتب المودودي وسيد قطب ومحمد قطب وبالحسن الندوي وآخرهم القرضاوي الإرهابي. هذا هو الذي ينصحون الشباب باستماع بقراءة كتبهم والاستفادة منهم. أما كتب أئمة الدعوة وأئمة السلف فليس لهم فيها حظ ولا نصيب. وثق أن من دخل في قلبه التوحيد وحب السنة لا تجد كتب المودود والسيد قطب القرضاوي في القلب مكانا، لأن لا يجتمع حب أئمة الدعوة وأئمة الضلال في قلب صاحب سنة أبدا، لا بد أن يخرج أحدهما الآخر. فمن أي الفريقين